انا سيدي كانت واحد الجاره عندي اون سانت وما عنديش شي علاقه معاها، كنشوفها غير في الدروج، كتبان لي السيده راه حامله. المهم جيت من العمل جا دق عليا ولدها قال لي ماما راه مريضه بغا هبطي شوفيها. قلت لي واش ماما كي هذيك اللي حامله؟ قال لي اه. انا قلت لها راه باغا تولد. هبطت عندها لقيتها كتوجع، كان جيب لك تاكسي، قالت لي اه با تجيب التاكسي ديتها للسبيطار. قلبها الطبيب قال لي شكون انت؟ قلت لي جارتها. قال لي علاش جيتي معاها؟ قلت لي وين المراه باغا تولد. خلاني مع الفرميه ما كايناش ميم با واحد 10 مينوت جاو البوليس. لاكارت علاش نعطيك لاكارت؟ انا قلت السيده اللي باغا تولد انا حاجه هزه لاكارت. انا كنهضر بواحد الثقه بالنفس حيت عارفه راسي ما كاين والو. المراه مخاصمه هي وراجلها وشاربه واحد الماده كيقول لها تكاوت. بقيت في البحث فين خدامه ما عادش كتمشي للخدمه، عيطوا على الخدمه. الوقيت الطبيب قال لي هاد الدواء شاربه ما بين 10 ونص 11، انا 10 ونص 11 انا في الخدمه. عيطوا له حتى للشركه قالوا لهم لا راه كتخرج حتى للجوج. السيده ما بغاتش تهضر، كيقولوا لي كيهضروا معاها دارت سازيزونا. عاد جمع معاها البوليسي بجوج قرشات، السيده دارت راه توقضات. شكون هادي؟ قالت لهم جارتي هي اللي جابت لك الدواء. قالت لهم لا. شكون اللي جابوا لك؟ قالت لهم كتبتوا لولدي في ورقه مشى جابوا لي من عند العطار. واضح لله. قال لي قال لي كون ماتت لك في الطريق قال لي حبسك ما كاينش هنا. اقسم لك بالله يا سي عموره على ثلاث سنين هذه باش داز الحديث وباقي الان كنعس وكنضربني الكابوس ديالها وكنفيق. اذا لا بغينا نقولوا حضي راسك من شي حاجه في هذه القضيه ديالك انت مناش نقولوا للناس حضي راسك؟ انا البوليس قالوا لي قال لي بغيتي تحضي راسك بقات فيك السيده عندك النمره 15 خرجي عيطي على لومبيلونس ورجعي لدارك. واضح واضح لاله. شكرا على هاد المكالمه ديالك وعلى هاد النصيحه اللي قدمتي لكل الناس، تحيه ليك.